FM. الكل ملك. باش نحكي هوند تحديدا على نادي رياضي بوعرقوب لكرة اليد. فرحانة برشا بضيوف اللي حاضرين بحذانا توس علي جلاسي رئيس الجمعية وحاتم المهذبي عضو بالجمعية وأمين مال رابط الوطن القبلي لكرة اليد. مرحبا بكم سي علي. صحاب نبدأ معك سي علي جلاسي رئيس الجمعية رئيس النادي الرياضي بوعرقوب لكرة اليد. خلنا ناخذوا فكرة على الجمعية هذه تاريخ التأسيس وللناس اللي ما تعرفش الفريق. الستوريك تاع الجمعية حاتم يعرفوا خير مني خاطر ما كنتش عايش في بوعرقوب نتمول في تونس. بارازار بو انا مولود في بوعرقوب وعايش في جوي باسي لي فاكونس في بوعرقوب. جو خديت الريتريت بتاعي اون 2009 وروحت وما سالي ان تي بو هكاك وبرا. جات نقولوا الثوره ما نعرفش جات نمو مي بون جات الفرصه وعيتولي الكوبان تاع pouvoir prendre un petit peu la responsabilité في الجمعية. بون بعد يا يو un vote, il y a eu une petite assemblée, tout ça. Bon, من 2011, je suis le président du club sportif de Bouargoub. Voilà, من 2011. Quand tu veux, j'ai de صدفة, Réas, de Jamaïque. Oui, parce que je suis venu à Tunis, c'est vrai. Comment tu as eu de صدفة? صدفة, parce que j'ai eu جبت معايا شويه ماتريال كور وتونيات وكل شيء باش نعطيهم الوداد تاع الحومه. جات الثوره ونا اورغانيزي ان تورنا دو فوت ابري اون اورغانيزي ان تورنا دو هاندبال. بون جي تو في بور ديزا بور سا 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 باس تري تري بيان. اي بي عيطوا لي في البلديه من حاتم بحذايا عملنا ان بتي جروب وبدات الحكايه معناتها جيت تعاون شويه يا اخي وليت بون ولاو حبوك تشد رئيس الجمعيه. الجمعيه ما كانش فيها اون سبتمبر 2011 يافي ريان ثم جمعيه ني بلوس ني موا يعني ما لقيت فيها شيء ما فيها شيء حتى الهستوريك حبيت ناخذ الهستوريك خاطر ديبي 1967 الجمعيه موجوده. حبيت ناخذ الهستوريك تاع الجمعيه من عند لي زونسيان لي بريزيدون ما حتى واحد بعثني الهستوريك خاطر يافي با بيرو يافي با لوكال يافي ريان. كل واحد يحط الهستوريك لي دوسيي بتاعه في سوا في دار ولا في كهربته ولا في البيرو بتاعه. نهارت فماش استمراريه بين لقيت المديره اللي سبقت يعني فوالا. بون احنا افيك ليكيب كرينا لوكال جبنا طاوله جبنا ان بي سي جبنا فاكس انترنت وبدينا نكونوا في الجمعيه سو دي بون باس لي تينو لي بالون انسي سويت معناها بون. سويت ا سا يافي ان بودجي الوي بور الجمعيه ديبي 2005 560 مليون pour pouvoir construire un complexe de handball. Quand tu as vu quelqu'un qui a fait le terrain dans le collège. Bon, on a baladé le dossier, on a construit le complexe, tu as vu qu'on a la bouffée, tout ce qu'il faut, le haq. On a baladé, on a baladé, on a fait le terrain, on a fait un bon complexe, où on a mes résultats de Tothor. On a créé 200 de promotion de handball chez Bargo, dans les écoles. Il y a près de 80 enfants qui jouent presque 4 fois par semaine. On a deux écoles A et B, on a deux minimes A et B, on a une équipe cadet et aussi on a senior. Saison 2015-2016, on a senior avec les jeunes qui n'ont pas joué depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout ça, c'est une animation dans le bled, c'est pas pour avoir des résultats, juste pour l'animation. سي فري الجمعيه تكونت ولت جمعيه باهيه ولت ريزولتا باهيين. تو نحكيو بعد على النتائج سي علي. هذه فكره منذ وانت توليت معناتها لرئيس الجمعيه من عام 2011. خلينا نرجع معك حاتم المهذب بما انك تعرف الجمعيه اكثر. خلينا ناخذوا فكره وذول قديمه 1964 و 67 يعني قديمه هي جمعيه بوعرقوب من عام 67 تعرفت كجمعية كرة اليد والاختصاص هذايا في بوعرقوب معروف برشا والصغيرات مغرومين برشا بكرة اليد في بوعرقوب. لكن الفترة الوردية اللي مرت بها بوعرقوب هي من 91 حتى 97. وقتها الجمعية وصلت لعبت في القسم الوطني بقى. لعبت من القسم الثاني
وطلعت القسم الشرفي ومن بعد طلعت القسم الوطني بعد. وقتها ما كثمش كانت استراتيجيه كبيره في كره اليد على خاطر ما يخدموش على الصغيرات، الباز ما يخدموش عليه، يخدموا كان يعملوا انتدابات من الجمعيات المجاوره وركزوا كان على لاهين بالسنيور. على هذاك علاش ما دامتش. وفي 97 تحلت الجمعيه وجات فتره فراغ كبيره برشا من 97 حتى 2011. الفتره علاش سماها فتره ورديه هذه في بارغوب؟ لخاطر ركزنا على الصغيرات. طولت برشا يظن من 97 2011 طولت برشا. فما شكون حاب يقف مع جمعيه يعاود يخدمها؟ ما ثماش. والدليل كيس عليك لك على الفلوس اللي ترزت لمنطقه بوعرقوب للتنشيط الرياضي والثقافي، ما انا بقات تقريبا 5 سنين حتى حد ما في باله به الا بعد الثوره. انا صدفه وقتها فاقوا ثم في بوسه ثم. دونك علاش نسمي الفتره الورديه هذه؟ خاطر الصغيرات توا اليوم في نابل في الجيل معناها في الوطن القبلي من بوعرقوب من بارمي لي مايور ايكيب اللي يكونوا في الصغيرات. دونك انتم تلهيتوا من 2011 حبيتوا ترجعوا لتكوين القاعدي وتكوين الشباب. ركزنا على الصغيرات خاطر هما لاباس اي جمعيه مش تحب توصل يلزمها تخدم على الصغيرات. الحمد لله وصلنا. مش تحضر سينيور من غير صغار. الـ 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 المشكل اللي صار قبل ركزوا على السينيور وركزوا على الكبار وما عملوش الصغيرات. باش يكملوا سينيور ماكش باش تلقى انت شكون باش يهز المشعل. هذه لمحه صغيره على تاريخ الجمعيه. تمام تمام. من في 2011 وقت اللي رجعنا الجمعيه راهو ثم كلمه شكر للناس اللي التفوا في الجمعيه من وجوه رياضيه من محبي كره اليد في بوعرقوب وساهموا كل واحد بالقسط اللي نجم ورجعوا الجمعيه ووقفوا الجمعيه بحاجات معناها ما عندناش راهو لا عندنا التيران وقتها لا عندنا ما عندنا حتى شيء باش عاونوا عاونوا بفلوس بكل شيء. ناس وقفت ورجعنا الجمعيه ومش خاطر في وجه علي الفضل الكبير رجع للسيده ذي. السيده ذي معناها تعب ياسر واعطاها من ماله واعطاها من وقته ومن عائلته. كلمه شكر للشخص هذايا. وعلاش تم الاختيار عليه؟ خاطر جاي شفتوه معناتها حب يعاون عنده غرام بالهوند. هو بالهوند ما عنديش غرام. جو في دي سبور دو بون نيفو في فرنسا وكنت رئيس جمعيه في فرنسا. حبيت الاكسبيرونس اللي عشتها في فرنسا، حبيت كي نوصل 20% اللي عملته غادي. معناها بور ما سيتي ان بو ان اوبجيكتيف بي. لوبجيكتيف تاعي اليتا كونا جمعيه عملنا كومبلكس عملنا سون دو بروموسيون ودفعت ومشيت للوزير ومشيت للوالي ومشيت وهذه كلها حبيت تخدم الجهه نتاعك. هذه كلها مولود فيها. معناها انا جي بيزون دو ريان ديجا الحمد لله ومانيش طامع في حتى شيء. معناها جوت بون نعاون سي نورمال. جو تروف كو سي ان دوفوار لي انا خاطر تولدت في بارغوب عشت في بارغوب مشيت سخير في فرنسا اسكو سي ان دوفوار بو ني بيس مو سي ان دوفوار بو ما بو فوا ايدي. تويكا اون ايكيب الحق اوموجين نعاونوا في بعضنا نخدموا مع بعضنا. ديبلاسمون الكل نمشوا مع بعضنا نعاونوا في لودات. معناها هذيك حاجه تفرح خاطر مانيش وحدي في الجمعيه مانيش وحدي. يا توتي ليكيب افيك ما وني كل ما انت لقيت الظروف الملائمه والكيب اللي معاك الكل اللي خليتك تنجم تخدم. ولا هي حكايه راهو مش كلها فلوس راهو سي با لارجون. حكايه ثقه حكايه تفاهم حكايه لا ما دون لا ما اي اون بو كونسوير بوكو شوز انسومبل. فوالا هذه اهم هذي حاجه. الفلوس تجي اوتوماتيكمون وحدها بعد خاطر بون سي فري كو ان بو دارجون بو اشتي دي ماتيريال بو اشتي دي بالون بو اشتي دي شوسيور. توا الوليدات عندنا غادي جبت لهم دي شوسيور معايا من ماما. تو سا سي ان بلوس للجمعيه. عندنا تونيات هذيك كومبلي كل ايكيب عندها تونيو بتاعها. يعني توا متوفر لهم كل شيء الصغيرات في الجمعيه. كل شيء متوفر. حكينا بكري لمحه صغيره على تاريخ الجمعيه وقتاش تسلمها سي علي جلاسي من 2011 وبدات الخدمه وبدات الخدمه على التكوين القاعدي والشباب شبان اللي هما الباز اكيد نتاع كل فريق. نرجع معك سي علي خلينا ناخذوا فكره التتويجات حتى لتوا الموسم هذايا بالنسبه للشبان. لي ريزولتا عندنا ديجا سون دو بروموسيون نبداو بالولاد الصغار ديجا. العام الاول ترشحنا فينال شامبيون تونيزي اللي عملنا في موكنين والعام الاول لو سون دو بروموسيون في المهديه فينال شامبيون تونيزي اول مره في بارغو. السنه عندنا ايكول ا باش تلعب لو ديمونش غدوه كونتر كلوب افريكان في بنعروس. ليكادي الجمعه الجايه
في نابل كونتر جندوبة والمينيم زادا مش تلعب دي ماتش سيكتوريال في ما نعرفوش كنا جمع جاية وصبر لماش كنا مش تلعب فأنا الرجلتها بدت تظهر بدت تتحسن في كل شيء الديسيبلين في الجو في سي لوبجيكتيف معناها تاع الجمعيه باش فوالا يظهر لي صحتهم كي تتوفر الظروف الملائمه في جمعيه تبدا نتائج تجي بطبيعه الحال في اي جمعيه صحيح الامور الماديه عندها قسط كبير باش تعاون لكن راهو زاد في كره اليد بالذات المعرفه بالاختصاص هذا عنده ناس عنده ماليه معناها راهو انا نحب نشكر الناس اللي ولاد الجمعيه بوارقوب من لاعبين سابقين من مسيرين سابقين عطاو اضافه علاش خاطرهم لعبوا كثرهم لعبوا كره يد ويعرفوا الجمعيه واحنا في بوارقوب راهو نعيشوا عائله واحده معناها بوارقوب ماهيش منطقه كبيره برشا الوليدات تعرفوهم نعرفوا اولياءهم ونعرفوهم في قرايتهم ونتبعوهم في كل شيء هذاك يمكن عاوننا برشا باش ننجحوا من ناحيه خاطر الديسيبلين هو اكثر حاجه معناها يعاون الصغير باش يتكون خاطر احنا بحكم منطقه تسمى ريفيه شويه ماهيش التربيه بتاع الصغيرات عاونتنا برشا باش نأطروهم في كره اليد قيتهم عندها حاضرين منضبطين والحمد لله احنا في بوعرقوب سي تان بيبنيير بتاع كره اليد هذه حاجه اللي ويظل لي اول جمعيه تجي ما تتشكاش من الفلوس والامور الماديه لا الناس كلها تتشكى بالفلوس طيب بيتو تشكي ومن الحب البلديه وتحب شكون يعاوننا لا بيان سور لا بون الناس كلها تتشكى تحب اون بو فار بلوس بو اميليوري ان بتيبو لا سيتياسيون تاع لي جون نعاونو ليكزومبل احنا نعاونو فيهم في القرايه نخلصو لهم باغ اكزومبل الترونسبور نتاعهم نخلصو لهم دي كور دي سوار نخلصو مشاو دون جين ايكول بريفي عملوا اللي تعملوا عاوناه باش نخلصوا له سي سي الانسكريبسيون فما جمعيات ما يلقاوش حتى لي توني ولا ديبلاسمون باش يلعبوا نهزوا للكلينيك بور لو فور اوبيري وقت اللي يطيح في الجمعيه ندووهم هذه كلها سي ان بيدجي معناها فلوس يبنوا ندبروها هذه كلها بون غاديين وكيفاش قاعدين تو تتصرفوا في الميزانيه في الفلوس الميزانيه بون البلديه سي فري تعاون فيها برشا المندوبيه وزاره الشباب والرياضه مو سي بو مي بون متبغينا بون بالمعارف باغ اكزومبل التونيت تخصوهم غراتويتمون عند نامي دو لونغ دات عنده بريسينغ اندستريال خدنا في التونيت غراتويتمون فما ناس متطوعه تحب تعاون ما عندناش اختصاص اخر في بوارقوب احنا عندنا كان رياضه كره اليد ممكن هذيك اللي عاون تحس ما ناس مغرومه وتحب تعاون وترجع الرياضه هذه ما عندناش قدم ما عندناش لعبه اخرى فوالا دونك قاعده اللعبه الوحيده يحب يعاونوا الميزانيه نتاع البلديه احنا ميزانيه البلديه مش كلها يمكن هذه نقطه ايجابيه لبوارقوب اللي الفلوس كل ماشيه للكره اليد تويكا ان اكزومبل عندنا جون كادي مالوريزمون دا جا واحد اسمه خالد كركر هزو خطر فوالا هذه المشكله باش نحكيو عليها هزو خطر من غير ما شاورنا من غير ما غير لا ما دي شوز معناها هزو خطر نهار الخميس ركب في الطياره معناتها الخميس هذايا اللي تعدى باردون سامع سامدي ديرني سامدي اي معناتها عندها جمعه الحكايه جاي لاجون هذايا وهز اللاعب ايمن القماتي خرجوا قطر من غير لا قال لكم من غير قال حتى مسؤول بور موا سي با ناجون بور موا سي مارشون دو فيوند سي تو ني بلوس نو موا انا الوليد هذاك بالوقت اللي شاد الجمعيه نعرفوا تو بتي معناها عاوناه في القرايه وعاوناه في التونيت نتاعو كل شيء ويجي ان انديفيدو كيما هكا يهزوا من غير ما يحكي معنا تفيقوا بيه كان صايب مش في الطياره انا كلموني بثلاثة ونص بتاع العشيه انا في داري كلمني قال لي راهو السيد هذا راهو لجون في 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 المطار ماشي قطر هيك معناها فريمون تحت تفاجات بها الحكي ومن بعد ما تعرفوش عليه لا فين قلت لي ما نعرفش عليه من شيء بابريت نعرف وين في القطر في الجمعيه كل شيء مشى هو باسي ان تيست مي انا شنو هي الجمعيه والله نسيت اسمها ما خاطر بون انا توكا جي ابلي الفيدراسيون تونيزيان دو 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 هونت وبيكسبيكي وشنو قالوا لك شنو جاوبوك؟ قالوا لي بنا لاتر بعد فاكس ونشوفوا شنو نجموا نرجعوا ولا نعملوا ما سيد هذا مازالوا معناها ما اتصلوش الوزاره لا حاجه اخرى يفو يفاين الوا في تونس
مي فو فاين لوا في تونس باش سي جون لا باش ما يهزوش ولاد هكاك القطر بس ساهل معناتها هكاك من غير يهز ولاد صغير عمره 17 سنه من غير ما يشاور حتى حد. السنه البروشان نقول بشور تراها باش وزير الشباب والرياضه باش يقابله باش نحكي له سي با نورمال. المشكله ويثوري مش اول ملاعبي يمشي فما برشا ملاعبيه وفي كامل الجمهوريه قاعدين يهزوا فيها. هي مشكله كبيره قاعده سايره في تونس في رياضه كره اليد وخاطر ما ثماش قانون ما سنوش قانون يمنع التجاوزات هذه. انا خاطر الصغيره تاعهم ما عندهمش كونترا مع حتى الصغار الكبير تو هكا بمخه يعرف خاطر ما عندهمش دي كونترا مع جمعياتهم ما عندكش ما تنجم تعمل حتى شيء تنجمش تشد كونترا باش تتنحى الظاهرة هذه خاطر برشا صغيرات من تونس خرجوا مشوا قطر معناها مشكلة كبيرة يجوا فيهم جمعية تصرف وجمعية تكون صغيرات وبعد في الوقت اللي مستحقات له يجوا يخرجوا بطريقة أو أخرى. أنا حشت بيه خاطر الحمامات عملوها حبت تشري جوار ما تفهمناش وأنا حشت بيه برشا أون فا فورمي ليكيب سينيور وحشت بيه بون نعاونوا فيهم بليس معناها ماهيش نخلوا له في قرايته في لبسته في ولا تقول نعاون أنا جوار ونكونوا في الآخر يجوا يهزوا هكاك وهو في الاخر يهز هكاك ما غير ما على الاقل لما دي شوز يحكي معانا نقول بون باش ياخذ رايكم يشوف تفاهموا مع ليكيب ايه نتفاهموا زاد ثم ينجم يعاوننا زاد ينجم يعاوننا بالفلوس يبيعوا في القطار ولا شيء بيان سور دخلوا برشا فلوس الجمعيه يعاون باش نكونوا احنا وليدات اخرين معناتها يمشي هكاك لا يربحكم فلوس ولا يربح ولا تربحوا انتوما لا اما نحكي عليكم انتوما كربع شو اسمه لاجون هذا لاجون يربح هو يربح انا انا بو بو ما سميه مارشون دو 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 فيون ني بليس مو نشوفوا لهنا يلزم المسؤولين هذول يتحركوا الجامعه التونسيه لكره اليد ووزاره الشباب والرياضه للصغار خاطر نتصور ما ينجموش يقرروا هذول في مستقبلهم او موا يشوفوا قانون كما قلت انت سي حاتم يمنع الحكايه هذه موا بعد ال 20 سنه ينجم هو يتحكم في مصيره ومستقبله اذا جمعيه تكون هذول وتصرف وبعد يمشي هكاك على الاقل كما قلت يربحكم فلوس يمشي غاديك وتاخذوا فلوس لاي يمشي لاي فريق خاصه البطوله القطريه نعرفوا الفلوس اللي باش تجي احنا ماناش ضد باش نعطوا ما نعرفش ماذا بينا احنا قلت لك ما تربحوا انتم يعني نكونوا نعطوا جمعيات كبار احنا في تونس ولا حتى من يعني نفع واستنفع هذه مشكلة دونك إن شاء الله يصير فيها حل على قريب. حبينا نحكي على فريق الأكابر قلت لي سعلي حبينا نتلهيو بالشباي جوز فريق الأكابر هاو كلمينا هو في بارغو في بارغو وكل أكتيفيتي أبار لو هاندبال ما ثماش أبار لي كافي كل 100 متر ثم قهوة هذه في تونس جو كرة كاملة في تونس الكل مش في بارغو مش في بارغو برك مي بون مالوريزمون في بون احنا حابين نخرجوهم ان تي بو من لي سينيور لي زادولت اللي كانوا يلعبوا في الهوند بكري حتى بكري يوسف كادي ويخرجوا من الجمعيه خاطر يبي با دو سيفي انا حابين نرجعوهم للولادات هذوما لو بلوبار ما لعبوش الهوند ديبي 3 اون 4 اون رجعنا ما بون اول عام السنه ما لوجوش في ريزولتا لوجو في لو بريزونس نمشوا معاهم يحضروا في لي زونترينمون بون هذه هي الاوبجيكتيف بس فري عدينا سيزون باهيه ما ربحناش ماتشات ربحنا ان سول ماتش مي سي با غاف عدينا سيزون باهيه خاطر فريمون كل اللي جو لونترينمون كل اون بليس عندنا تيران جديد كانوا مواظبين يعني يجيو هذيك سي بون تفرح شويه تو سي انت ان اكزومبل خاطر الوداد بتاع الكادي تويك لور اسبوار سي باش يلعبوا في سينيور فوالا ولي وشوفوا سينيور ولا قلت نحب نخلط ونلعب كيفهم نحب نخلط هاي حاجه باهيه كي رجعتوهم ليكول لي سون دو بروموسيون ليكول مينيم كادي اي سينيور وقتاش نقولوا تو بعد قداش من عام نشوفوا ايكيب سينيور باهيه وتنافس وتلعب على الصعود سبتمبر 2011 كشادي جمعيه ما كنتش نصور ديجا نوصلوا للريزلتا هذه كل سنه وصلت كنت تخيل باش فما ايكيب سينيور زاد 2006 فوالا من لي ريزلتا تاع ليكول والمينيم والكادي ما كنتش نصور نوصلوا للريزلتا هو avec le travail avec le travail on arrivera hein on croit dans 2 ans inchallah 3 ans ben voilà on a حسبنا تاعك 2011 حتى تاويك عندنا ريزولتا تاع ليكول وبتاع المينيم وبتاع الكادي باين
انا نقولوا سينيور ان شاء الله دون 2 3 ans نتولي عندنا كي باهيه تما بروجينمون نجم نقولوا زوز مواسم اخرين ان شاء الله ثلاثه مواسم نشوفوا فريق اكبر يظل يفرح الجهه الكل في بوعرقوب ان شاء الله ان شاء الله وحنا كان عندنا حسب اللي قاعد يصير تو في بوعرقوب والخدمه اللي قاعد تصير في بوعرقوب بقدره الله ثلاث سنين اربع سنين تولي عندنا جمعيه بولادنا وان شاء الله تزيد تضافر جهود من الناس ومن اصحاب الشركات بالخاص في بوعرقوب يسمعوا فينا يسمعوا فينا باش يعاونونا وهو اختي شراز هي راهو الجمعيه الكيب سينيور هي الوجه نتاع الجمعيه راهو حتى الناس اللي مش اي جمعيه سينيور بيان سور تبدا ثم كيب سينيور هي الامبيونس اللي تعملوا في البلاد تخلي الناس ان شاء الله احنا حتى الجمهور يولي يتبع ويشوف حاجه في بوعرقوب مع الناس سهله بون هو عندنا تيران تو مازال كمل تيران سي ان بو تيران الحق تو جو مبا بو فوار ابغى نسال كوفير لو كوفير بعدين تو نحضروا في البروجي وقتاش ان شاء الله ان شاء الله انا جانا وزير الشباب والرياضه بوعرقوب وحكيت معاه قلت له انا ولا التيران تاعنا في الشتاء من يا با دونترينمون سينيور ما نلعبوش فيه خاطر سي با اون سال نكرو سالت النابل اون فوا تولي كان جور ولا سالت كرومبالي بون هذه كلها انا مصروف زايده بون ديبلاسمون ان شاء الله العام الجاي في البروجي مع البلديه مع وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله يعني وعدكم وزير الشباب والرياضه ما وعدنيش اما قال لي جيب اعمل لي بروجي جيب لي ان دوسيي وانا ان شاء الله نعاونك ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا قاعة على قريب قاعة مغطاة للنادي الرياضي ببوعرقوب لكرة اليد بما انه بوعرقوب فيها كان الهون دونك هذول يزلنا نتلهاو اكثر بالرياضة هذه وسينيور وسينيور اون با جوي كو دون اون سال بيان سور اون با جوي كو دون اون سال ابسط حاجة اكيد توفير قاعة مغطاة للفريق نحكيو سي حاتم على ان شاء الله المسابقات الجايين قبل المسابقات باش نعطيك الفرق المتوجة جهويا عندنا في ايكول بي وايكول ا ومينيم ا لجمعيه الحمامات هذوما على النطاق الجهوي متوجين في المينيم بي بعث بن خيار كادي بي كادي ا منزل تميم وفي الاواسط جمعيه الحمامات بالنسبه للتظاهرات الجايه عندنا التصفيات الاقليميه في المدارس والاداني والاصاغر يوم 1/8 ماي الادوار الاقليميه النهائيه الاقليميه في المدارس ب يوم 15 ماي الادوار النهائيه الوطنيه أصغر أ يوم 21 و22 ماي هذوما هما ان شاء الله المسابقات الجايه ان شاء الله بالحظ والتوفيق للنادي الرياضي ببوعرقوب لكره اليد بالله ثم كان تسمح اختي ثم حب لمسه وفاء الانسان عزيز علينا برشا في بوعرقوب وهو وجه رياضي لاعب ومدرب فقدناه السنه الماضيه هو اخونا سامع عزيز اللي وفاء الاجل هو في طريقه للملعب يرين الصغيرات نحب نوجه له كل لمسة وفاء الإنسان هذا عزيز علينا وخدم كرة اليد في بوعرقوب ربي يرحمه باش نختم معاكم والتيران مش سموه باسمه هو اللي غادي مش ندشوا سيرتان سو سمو سكوبي ان شاء الله باش يسموه باسمه هو في مع المجلس البلدي تفاهمنا ومع كي تكريم للشخص خدم كرة اليد في بوعرقوب كلمة الختام ليكم نبدا معاك سي علي جلاسي كيفاش ترى مستقبل النادي هذا ساعة باش تقعد كرئيس جمعية les élections c'est en septembre 2017 انت رغبتك انت لا لا بعض فيرا بون انا بون مدام سوي ليبر قال بون مدام جيت بالصدفه شاد رئيس جمعيه دونك بون تو عندي 4.5 مازال عام فيرا بوكو با هذا كان ثم ايكيب خاطر ما كان نحكي قال تعبت وزيد يذول تعمل تمشي وتجي على فرنسا عائلتك في فرنسا دونك فما شويه تضحيات تخليك تكمل ولا تقول يزي ولا والله بون انا ماذا بيا خاطر جو مسيو انجاجي ديزون في الجمعيه ماذا بيا نكملوا على الاقل نغطوا تولي عندنا سهله ماذا بينا الجمعيه عندك ميسيون تحب تكملها ولا ميسيون نحب نكملها ان شاء الله وبتويك الكومبلكس حاضر مش كملوه الكومبلكس مش نعملوا ثاني تفوت غازوني باش ندخلوا شي فلوس الجمعيه هذه كلها سي لون تيرم ما نقول لك غدوه مش كم نعملوا هكا غدوه لا سي لون تيرم فوت خافي لون تيرم تحسوا ناصر عندكم برنامج وتمشيوا علينا بوان بوان تشوفوا وين وين تنجموا تخلطوا كل يوم نعرفش الناس اللي تسمع فينا تحب دعم تحب الناس تعاون عندنا بون الدعم هو ذويك عندنا ان زون انديشيال في بوعرقوب امبورتونت ما نسميش اساميهم اما امبورتونت
بون انا سي حاتم مشينا لها افيك ان كوريي افيك دي فوتو تاع الجمعيه كل واحد تو نجاوبوك تو نجاوبوك تو عندها سبتمبر بتاسكو ديبي 2012 الحكايه عملناها مشينا ما جاوبكم حتى حتى واحد ما جاوب دون سي دون فريمون دوماج على خاطر بون ابري تو مليون ماهيش باش تاثر يظن في شركه وشركات كبيره شركات كبيره ومعروفين معروفين معروفين في ماهيش باش تتاثر فيهم بالعكس تاثر في الجمعيه وحاجه باهيه انا وليدات سي بو بوا ايدي سي جون لا بون سوا دي تونو سوا دي سيرفيتمون سوا نولوا جمعيه باهي في بارغوب نحطوا لهم موني بري مثلا بيبليسيتي دون لي تيران بيان سور جابيل توت لي زونتربريز في بارغوب باش يعاونونا ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك سي علي ويوليوا يعاونوك يراو ان شاء الله يكونوا سمعوك ويشوفوا النتائج هذيا الايجابيه اللي قاعده تحقق فيها جمعيه بشويه بشويه ان شاء الله يوليوا يعاونوا ويخدموا باش نراو زاد ايكيب سينيور ان شاء الله في الاعوام الجايه سي حاتم يعطيك الصحة على الاستضافة والدعوة هذه وإن شاء الله تتعاود مرة أخرى مرحبا بكم كل وقت خاطر في حاجة الحاجة الدعوات هذه وكما قال سعلي نطلب دعم كبير من الخيان في المنطقة بتاعنا خاطر احنا تو وصلنا مرحلة حساسة ما عادش نجموا نرجعوا احنا وصلنا لنتيجة باهية نطلب من الناس كل باش تحط ايدها في الجمعية ويعاونونا ما هما الصغيرات هما خاطر يظهر لي زاد لازم الدعم صحيح تفاهم باهي والتواصل في هيئه مديره والغرام باهي لكن زاد الفلوس التعاون تخلي توفر الظروف الملائمه وتخلي حتى الصغيرات يزيدوا يتشجعوا والاولياء يزيدوا يبعثوا صغارهم ونكونوا زاد ايكيب سينيور باهيه وتلعب على طبيعه مش نوصلوا لبالي اخرى بعد باش نعملوا ايكيب سينيور وباش نلعبوا معناش في ديفيزيون معين تحب لنا فلوس كبيره وتحب لنا دعم كبير هذاك علاش نطلب منه خير من تو يمدوا يد مساعده للجهه للجمعيه نتاعهم. سينو خاطر انا اللي يقدر شفنا برشا جمعيات وقفت الفلوس واحد وحده ما ينجمش يكمل دونك وقفوا سي وما عادش معناتها العباد تحب تلعب ما عادش عندها باش تقاوم من المصروف الكبير اللي قاعدين نشوفوا فيه تو خاصه مع الازمه اللي موجوده. موجود كاب اف ام الكلمه ليك.